بسواعد رجال الجيش العربي السوري أصبح هذا الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان والطول منطقة ريف القصير في حمص مكاناً آمناً بعد عملية نوعية نفذها جنودنا البواسل. في العملية استطاع بواسلنا القضاء على عدد كبير من الإرهابيين الذين كانوا ينشرون الخراب والفساد والإرهاب في هذه القرى الآمنة. أول امبارح تم تحرير المناطق التالية: جوس العمار، جوس الخراب، والنقاط الحاكمة والبارزة اللي كانوا المرتزقة الإرهابيين المسلحين متحصنين فيها. وحدات الجيش العربي السوري قد أحكمت القبضة على مدينة القصير ب 360 درجة، والأيام القادمة سوف تتم استمرارية هذه العملية ونحرر أهلنا وسكان مدينة القصير من رجس الإرهابيين بفضل وحدات الجيش العربي السوري وبفضل مقاتلنا الذي أصبح يمتلك خبرة تفوق خبرة أي مقاتل في العالم. نحن الآن موجودين في أهم منطقة موجودة على الحدود اللبنانية السورية، وهي نقطة الـ14، وهي تعتبر من المناطق الاستراتيجية والهامة جدا، وليتم من خلالها تسلل مجموعات مسلحة إلى الداخل السوري. وقمنا نحن الجيش العربي السوري بالقضاء وملاحقة المجموعات المسلحة و استعادة هذه المنطقة الهامة والاستراتيجية، والتي تعتبر من أهم المنافذ التي تقوم المجموعات المسلحة باستخدامها لتهريب السلاح والتسلل إلى داخل الأراضي السورية. بالجباه العالية والزنود السمر، بشموخ الجبال على هذه الأرض وصلابة صخرها، بطيبة ترابها الأسمر، استطاع رجال الجيش العربي السوري أن يطهروا هذه القرى الحدودية من دنس الإرهاب والإرهابيين الذين كانوا يتسللون إلى أرض الوطن. عهدا قطعه رجال الشمس أن يجعلوا من أراضيهم مقبرة لكل من تجرأ على المساس بطهر الوطن وأمن المواطن.